بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، ووفقنا لما تحب وترضاه يا رب العالمين، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي في شرح ألفاظ التقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم شيخهما في الدارين، آمين. تكملة الأبواب، الفصول الواردة في كتاب النكاح. فصل. والمحرمات بالنص 14، يعني المحرمات من النساء في النكاح، يعني من يحرم الزواج بهن. واحنا عندنا التحريم في النكاح تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. تحريم المؤبد 18 نوع، 7 بالنسب و7 بالرضاع، ادي 14، و4 بالمصاهرة، فيبقى كده 18. فبيقول هنا المحرمات، أي المحرم نكاحهن. ليه بقى؟ لأن التحريم كغيره من سائر الأحكام يتعلق بالأفعال، لا يتعلق بالزواج. يعني مثلا الخنزير، أما نقول الخنزير حرام يعني أكله حرام، فهمت إزاي؟ مش نقول بقى الخنزير حرام، أما نقول الخنزير حرام نقصد أكله، مش ذات الخنزير، فهمت بقى؟ كذلك أما نقول إن الأم حرام يعني ايه؟ يحرم زواجها، فهمت بقى ازاي؟ مش هي ذاتها اللي حرام. يبقى تملي الحرمة تتعلق بالافعال كسائر الاحكام ولا تتعلق بالذوات، فهمت بقى؟ دي نقطة برضو مهمة ناخد بالنا. يبقى المحرمات يعني المحرم نكاحهن، لان النكاح ده فعل، فالتحريم وقع على فعل النكاح. بالنص 14، هو 14 هنا لأنه إيه؟ ذكرهم اللي مذكورين في الآية 14، لأن ذكر في الرضاع إيه؟ أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. طيب ما في الباقي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يبقى العمة برضو تحرم من إيه؟ من الرضاع، والخالة تحرم من الرضاع، خدت بالك؟ وبالتالي هيكملوا، فهتلاقيهم السبعة المحرمات من النسب 7 زيهم محرمات من الرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يبقى المحرمات بالنص، يعني بالنص أي في آية القرآن، في الآية بتاعت الإيه المحرمات 14، وفي بعض النسخ 14، 7 بالنسب وهن. الآية بتقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، مش كده برضو؟ أي 7 من الناس. يبقى وهن الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت. الأم وأم الأم وأم الأب، الأم وإن علت يعني الأم والجدات. وهن الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت. أما المخلوقة من ماء زنا شخص فتحل له على الأصح لكن مع الكراهة، وسواء كانت المزني بها مطاوعة أو لا. وأما المرأة فلا يحل لها ولدها من الزنا. ودي مسألة فقهية، لو رجل زنى بامرأة فأنجبت بنتا، له أن يتزوج ذي بنت؟ هل دي تبقى بنته؟ تتناولها الآية ولا ليست بنتا له؟ هي دي مسألة فقهية. ماء الزنا تترتب عليه الأنساب كماء العقد اللي هو في الزواج،
معلوم أن الماء الذي يخرج مع العقد ماء محترم تترتب عليه الأحكام، وماء الزنا ماء غير محترم فلا تترتب عليه الأحكام. ده عند مين؟ عند الشافعية ومن وافقه. وبالتالي البنت من المرأة المزنية بها تحل لصاحب المال، لأنها ليست بنته، ليست بنته شرعا، ولو كانت بنته من مائه. واضح؟ لأن البنوة والأبوة اللي بيحكم بها الشرع، تاخد بالك من الحكاية دي. خلافا للأحناف، الأحناف والملكية عندهم لو ماء الزنا يترتب عليه الأحكام ما عدا الإرث. فهمت ازاي؟ يعني ما يتوارثاش، لا يتوارثان، لكن يحرم الزواج به. ده مذهب الأحناف والملكية في المسألة، واخد بالك؟ يعني ينبني عليه أحكام. الشافعية قالوا لا، لأنه ماء هدر، ماء باطل، لا ينبني عليه أحكام. وبناء عليه فبيقول لك البنت المخلوقة من ماء زنا شخص فتحل له على الأصح. ليه على الأصح؟ لأن في مقابل للأصح كالأحناف، مقابل للأصح كالأحناف، لكن مع الكراهة. طب وليه قلنا تحل له مع الكراهة؟ يعني يكره لي أن يتزوج، خروجا من خلاف من حرم ذلك كالأحناف. واضح؟ وسواء كانت المزنية بها مطاوعة أو لا، يعني سواء كان بزنا عن تراضي أو اغتصاب، برضو اسمه ماء الزنا لا يتبني عليه. لكن المرأة بقى اللي ولدت المولود من الزنا يثبت لها النسب، تبقى أمه، يورثها ويحرم أن يتزوجها. طب إيه الفرق بين ماء الرجل لا ينبني عليه أحكام، وإن المولود من الزنا ينبني عليه أحكام قبل الأم؟ لأنه لما خرج من الرجل خرج نطفة قذرة لا يؤبه له، وبالتالي لا ينبني عليه الأحكام. أما الثاني اتولد من الأم في صورة إنسان كامل محترم، فينبني عليه أحكام من جهة الأم. فخروجه من جهة الأم غير خروجه من جهة الأب. لما خرج من جهة الأب كان نطفة قذرة، لكن لما خرج من جهة الأم صار إنسانا محترم، كرمنا بني آدم، فيبقى إيه؟ ينسب لأمه ويرث الأم والأم ترثه، وإيه؟ وينبني على التحريم في النكاح. خدت بالك؟ علشان كده نقطة مهمة تاخد بالك منها. بس حتى لو كان من جهة حرام، حتى لو حرام، احنا بنتكلم على إيه؟ على تعلق الأحكام. هو حرام الفعل نفسه، بس اتولد بني آدم، بني آدم اللي اتولد ده إيه الأحكام المتعلقة بيه بقى؟ فهمت؟ فهل ده يبقى ابن صاحب الماء ولا مش ابن صاحب الماء؟ طالما فيش عقد يبقى مش ابنه. على فكرة ده بالإجماع، مش ابنه بالإجماع، لكن الأحناف قالوا برضو إيه؟ هي مش بنته من ماء زناه، لكن يحرم أن يتزوج. فهمت إزاي؟ يعني برضو لم يثبتوا النسب، لكن قالوا إن يحرم أن يتزوج. فهمت إزاي؟ لكن الشافعي قالوا طالما لا ينبني عليها أحكام يبقى برضو يحل له الزواج، لكن مع الكراهة، على الأصح طبعا في المذهب. وحيبقى نفس الحكاية برضو، إن البنت اللي رضعت من لبن زنا، يعني وزنى بامرأة فحملت فأنجبت وجاء في ثديها لبن من هذا الإنجاب. فهمت إزاي؟ فهذه المرأة أرضعت بنت تانية، بنت تانية خالص غير اللي أنجبتها. فهمت إزاي؟ يحرم إيه؟ يحل له أن يتزوجها، ويحرم عند الأحناف أن يتزوج بنت اللي رضعتها. فهمت بقى إزاي؟ لكن عند الشافعية لا ينبني عليه حتى أحكام متعلقة بالبنت اللي ارضعتها من ايه؟ من لبن الزنا ده. فهمت بقى ازاي؟ يبقى احنا قلنا الام والبنت، الاصول والفروع يعني. الاصل ما يتزوجوش لانها الام، والبنت لانها فرع ما يتزوجش. بعد كده الاخت، والاخت تلات انواع، اخت شقيقة واخت لام واخت لاب. الاخت من جميع الجهات دي
لا يتزوج. والخالة حقيقة أو بتواسط، الخالة الحقيقية اللي هي أخت الأم، طيب والخالة اللي هي بواسطة اللي هي مثلا إيه خالة الأب، خالة الأب ما هي خالته برضه يحرم التزواج، اسمها خالة بالواسطة أو خالة الأم. فهمت إزاي؟ يعني أخت الأم خالة وخالة الأم خالة برضه. فهمت إزاي؟ يبقى إيه؟ عشان كده بقول لك حقيقة أو بتواسط، بتوسط يعني كخالة الأب والأم. ممكن نفس الكلام في العم، العم حقيقة أو بتوسط كعمة الأب، يبقى العم حقيقة لا يتزوج. العمة الحقيقية اللي هي أخت أبوه، مش كده برضو؟ طيب وبتوسط عمة أبوه برضو لا يتزوج لعمة أبوه ولا يتجوز إيه أخت أبوه، لأن كل دول اسمها عمة. وبنت الأخ وبنات أولاده من ذكر وأنثى ما يتزوجهمش. وبنت الأخت وبنات أولادها من ذكر وأنثى، لأن هو بالنسبة لبنت أخوه يعتبر عمها، ولو بالنسبة لبنت أخته يعتبر خالها. فهمت إزاي؟ وبالتالي لا يحل له أن يتزوج. وعطف المصنف على قوله سابقا سبع قوله هنا، واثنتان أي المحرمات بالنص في القرآن، يعني اثنتان بالرضاع، وهما وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ذكر اثنين. لكن أنت لو حققت هتلاقيهم إيه زي التانيين بالظبط، لأن برضو الخالة من الرضاعة ما ينفعش يتزوج، والعمة من الرضاعة ما ينفعش يتزوج، خدت بالك؟ والأم المرضعة والأخت من الرضاعة. وإنما اقتصر المصنف على الاثنتين للنص عليهما في الآية، وإلا فالسبع المحرمة بالنسب تحرم بالرضاع أيضا، كما سيأتي التصريح به في كلام المتن في الآخر يعني. والمحرمات بالنص بقى أربع بالمصاهرة، بالنص القرآني أربع بالمصاهرة، اللي هي أم الزوجة وإن علت، وإن علت أمها سواء من نسب أو رضاع، يبقى أم الزوجة من الرضاع أو أم الزوجة إيه الحقيقية، كل دول برضو يحرم، سواء وقع دخول الزوج بالزوجة أم لا. يبقى الأم تحرم بمجرد العقد على البنت، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، خدت بالك؟ القاعدة دي مهمة تعرف. طبعا التحريم على التأبيد. يبقى ايه ام الزوجة اللي احنا بنسميها الحما دلوقتي، مجرد ما عقدت على امرأة امها تحرم عليك ولو لم تدخل ببنتها، بقت كأنها امك، يبقى حماتك دي كأنها امك، واضح؟ على التأبيد لو عقدت حتى وطلقت من غير الدخول تفضل دي زي امك خلاص، ممنوع انت كده. فهمت بقى؟ لكن افرض خطبت بنتها، خطبتها لسه ما عقدتش، ممكن تتجوز امها، رايح تخطب البنت لقيت امها عجبتك اكتر من البنت، فليك انك انت رجل. لان الخطوبه مش عقد. فهمت بقى ازاي؟ مفيهاش مشكله، لكن هي العبره العقد، وانسق مجرد عقدت على البنت حرمت الام في الحال. على التأبيد سواء دخلت او لم تدخل، سواء طلقت او لم تطلق، البنت خلاص بقت زي امك للابد. علشان كده بيقول لك ام الزوجه وان علت امها سواء من نسب او رضاع، سواء وقع دخول الزوج بالزوجه ام لا. الربيبه بقى اللي هي بنت الزوجه لا تحرم الا اذا دخلت بامها، يعني لو عقدت على امرأة ولم تدخل بها لك أن وطلقتها لك أن تتزوج بنتها طالما لم تدخل بها. لكن إمتى يحرم بنت الزوجة؟ لو دخلت بالأم. فهمت بقى؟ عشان كده إيه، وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم اللاتي
دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. نص الآية. يبقى والربيبة أي بنت الزوجة إذا دخل بالأم وزوجة الأب، ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. نكح يعني عقد. يبقى مجرد ما أبوك يعقد على امرأة سواء دخل بها ولم يدخل بها حرمت عليك على التأمين. فهمت بقى؟ يبقى مجرد أن الأب يعقد على امرأة سواء دخل بها ولم يدخل بها تحرم على الابن على التأمين. واضح؟ وزوجة الأب وإن علم، وزوجة الابن وإن سفر. وبرضه أنت بمجرد ما عقدت على امرأة وجيت طلقتها سواء دخلت بها وما دخلتش تحرم على أبيك. فهمت؟ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، مش قايل كده؟ حلائل أبنائكم يعني إيه؟ يعني من عقدتم عليهن. واخد بالك؟ إذا كان ابنك عقد على امرأة ثم طلقها سواء دخل بها ولم يدخل بها يحرم عليك أن تتزوجها على التأبيد، بقت في حكم بنتك. واضح؟ وزوجة الابن وإن سفل. سفل يعني الحفيد. والمحرمات السابقة حرمتها على التأبيد. يبقى احنا عندنا 18 امرأة تحرم على التأبيد، 14 بالنسب والرضاع و4 بالمصهر. الأربعة السبعة، السبعة اللي بالنسب وزيهم بالرضاع، الأم والبنت والأخت والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت. كويس؟ أدي سبعة من النسب ومن الرضاع، يبقى كده 14، ونحط عليهم 4 تانيين بالمصاهرة اللي هي أم الزوجة. أم إيه؟ أم الزوج إن دخل بها ولا سواء دخل أو لم يدخل، والربيبة لو دخل بأمه. كويس؟ وزوجة الأب مطلقة بمجرد العقد، وزوجة الابن مطلقا بمجرد العقد. يبقى كده خلصنا ال 18. وواحدة حرمته على التأبيد، بل من جهة الجمع فقط، وهي أخت الزوجة. فلا يجمع بينها وبين أختها من أب أو أم، أو بينهما نسب أو رضاع، ولو رضيت أختها بالجمع. يعني أخت الزوجة طول ما أنت متزوج أختها حرام على التأبيد. لا. ها؟ لا على التأبيد. حرام على التأبيد طول ما أنت متزوج الأخت أختها. أول ما تطلق الأخت وتنقضي العدة، وعشان كده لازم هنا بقى الرجل يبقى ليه عدة بمثل هذه الأمور. يعني لازم كمان تنتظر عدة المرأة دي علشان تعرف تتزوج أختها أو عمتها أو خالتها. فهمت بقى إزاي؟ لكن طول ما أنت دي في عصمتك يبقى دول يحرموا على التأبيد. فهمت إزاي؟ يعني التأبيد من جهة الجمع، من جهة الجمع هو على التأبيد، لكن مجرد ما تتطلق أو تموت ممكن بقى تتزوج التاني. وهي أخت الزوجة فلا يجمع بينها وبين أختها من أب أو أم، أو بينهما نسب أو رضاع. أخت الزوجة حتى من الرضاع برضه، سواء كانت أختها من الرضاع أو أختها من النسب، كل دول برضه يحرم. ولو رضيت أختها بالجمع، لأن في ده حق الله. افرض هي متنازلة، قالت أنا متنازلة أتجوز أختي، قالت لك ما ينفعش لأن يبقى حق الله. فهمت بقى إزاي؟ ولا يجمع أيضا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، وده بدليل السنة بقى، مش وارد في الآيات، ده بدليل السنة. فإن جمع الشخص بين من حرم جمع بينهما بعقد واحد نكحهما فيه بطل نكاحهما، أو لم يجمع بينهما بل نكحهما مرتبا فالثاني هو الباطل إن علمت السابقة، فإن جهلت بطل نكاحهما، وإن علمت السابقة ثم نسيت منع منهما. يعني افرض جاب امرأة وأختها، أو امرأة وعمتها، وامرأة وخالتها، وعقد عليهم في عقد واحد،
بطل النكاح للاثنين. طب افرض تزوج امرأة ثم بعد فترة عقد على اختها، يبقى النكاح الاول صحيح والتاني باطل. كويس. طب افرض انه هو عمل كده ونسي ايهما اسبق، هل هو يعني كانت العمة هو اللي عقد عليه الاول وبعدين عقد على بنت اخوها، ولا هو عقد على البنت الاول وبعدين عمتها؟ ناسي مين الاول، مين اللي اتجوزهم الاول، يبقى منع منهم. نقول له خلاص ما تقربش للاثنين طالما نسيت أسبقية ايه عقد احدهم. ومن حرم جمعهما بنكاح حرم جمعهما ايضا في الوطأ بملك اليمين. واللي يحرم بالنكاح يحرم ان يجمع بينهم بملك اليمين. يعني ما ينفعش اتزوج امرأة ولا اختها رقيقة، اما يعني اشتريها من السوق وافترشها استمتع بها. فهمت بقى ازاي؟ يعني ما ينفعش ان انا متزوج امرأة اقوم اجيب عمتها وعمتها دي تكون من الرقيق، اما يعني واستفرشها. ليه؟ لان ما يحرم الجمع بينهما بالنكاح يحرم الجمع بينهما في وطء برق او برق وزواج. فهمت بقى ازاي؟ ما ينفعش. يعني برضو ما ينفعش اجيب بنتين جاريتين رقيق واستفرشهم الاثنين، ما ينفعش. اذا استفرشت واحده يبقى الثانيه الخدمه لا تصح تبقى الفراش. فهمت ازاي؟ فدي نقطه مهمه برضو. ايه وان كان العمل دلوقتي ما بنعملش بيها لان دلوقتي ما فيش ملك يمين. ومن حرم نكاح جمعهما بنكاح حرم جمعهما ايضا في الوطء بملك اليمين. وكذا لو كانت احداهما زوجه والاخرى مملوكه، فان وطئ واحده من المملوكتين حرمت الاخرى حتى يحرم الاولى بطريق من الطرق كبيعها او تزوجها. واشار لضابط كلي بقوله ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، عشان يكمل لك الباقيين اللي احنا قلنا لك. وسبق ان الذي يحرم من النسب سبع، فيحرم بالرضاع تلك السبع ايضا. خلاص يبقى كده خلصنا المحرمات من النكاح. ثم شرع في عيوب النكاح المثبته للخيار فيه. افرض بقى حصل عقد زواج مع امراه تحل لك. كويس. ايه بقى العيوب التي لو اكتشفت لك ان تفسخ العقد بسبب العيب؟ يبقى في عيوب تكتشف تكون سببا لفسخ العقد. والفسخ غير الطلاق، الفسخ مهما تكرر ملوش حد، مش زي الطلاق. فهمت بقى؟ يعني الفسخ مهما تكرر لا حد له. يعني افرض واحد تزوج امرأة وبعد ما عقد عليها ودخل بها وجد عندها برص فانفسخ العقد، وبعد كده ايه سنة ولا اتنين ضميره أنبه، لا ما اتجوزتش. طب والله ما اتجوزت، غلبانة بعقد جديد بقى. فراح عقد عليه وهو عارف ان عندها برص، وبعدين بعد كده لما دخل بيها لقى نفسه مش طايق البرص ده، فراح فسخ تاني. وبعدين شاور عقله تاني وعقد عليها تاني، وبعدين بعد كده فسخ رابع وخامس وعاشر، لا حد لا يكسر. مش من الطلقات، لا يحسب طلق. فهمت بقى ازاي؟ ولا 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 يحتاج محلل. يبقى في فرق بين الفسخ والطلاق عشان تعرف يعني. سؤال. ايوه. هو دلوقتي في اول، وبعدين الفسخ ما يتحسبش من عدد الطلقات. فهمت برضه؟ يعني افرض كان فسخ وبعدين قبل تاني وعقد عليه عقد جديد وتزوج ثم طلقها، ما يتحسبش ان الفسخ الاولاني طلق. فهمت ازاي؟ تبقى طلقه واحده بس. الفسخ للقاضي ولا هو نفسه؟ لا بحكم القاضي، لازم بحكم القاضي. اثبات العيب ده بحكم قاضي. ويترتب عليه يترتب عليه حقوقها. اذا فسخ بعد الدخول، بعد الدخول هيثبت ليها مهر المثل مش المسمى. مهر المثل، افرض المسمى اكتر من مهر المثل، يديها مهر المثل بس. لو فسخ قبل الدخول، بعد ايه؟ قبل الدخول هيثبت لها نصف المهر. فهمت بقى ازاي؟ طب كان الفسخ بقى
بالكلام ولا بس كطلاق ولا؟ ما احنا قلنا الفسخ يكون بحكم قاضي. حكم قاضي يرفع قضيه يقول ان انا حصل ان انا خدعت في هذا العقد، ويثبت بقى ايه سبب الايه الفسخ، والقاضي حقق في المساله. واخد بالك؟ طب هو اول مره فسخ لانه ما كانش عارف ان فيها عيب، انما ثاني مره هو عارف ان فيها عيب. طب هو ما هو عارف ان فيها عيب وفاهم نفسه انه هيصبر عليه، فلقى نفسه مش قادره تقبله بعد ما عمل كده، له ان يفسخ تاني. يعني طب انا بس برضه كله بحكم قاضي. يعني ممكن القاضي يقول لا انت كنت عارف؟ لا لا، طالما عيب من العيوب المشروعه خلاص القاضي يحكم. فهمتني بقى ازاي؟ طالما العيوب ما اصلا متحدده، الحاجات اللي يفسخ من اجلها متحدده. فهمت ازاي؟ ما هو هيقول لك العيوب التي ايه يثبت فيها الخيار خمس عيوب بس. احدها الجنون، سواء كان بقى الجنون ده مطبق يعني مجنون على طول او متقطع، سواء كان قابل للعلاج او غير قابل للعلاج، له ان يفسخ. طب افرض ما فسخش، يبقى قابل خلاص تنازل عن حقه، في المعالجة حالك خلاص ما يجراش حاجه، انت حر. وخرج بكلمه الجنون الاغماء، فلا يثبت به ايه الخيار في فسخ النكاح ولو دام خلافا للمتولي. المتولي من الشافعيه قال ان الاغماء زي ايه؟ زي الجنون، يثبت به الخيار، لكن الراجح ان الجنون غير الاغماء. وثانيها الجذام، طلع عندها جذام، جذام بذال معجمة، وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ثم يتناثر. الجذام ده مرض بيؤدي إلى فقد الإحساس في الأطراف، كويس؟ فيقوم أطرافه تبتدي إيه تتأذي وهو مش واخد باله، تتحرق وهو مثلا بيعمل حاجة، أو تتعور منه وتبتدي تسود، يحصل لها غرينة وإيه وتتقطع. ده الجذام، واخد بالك؟ يبقى لو وجد إن فيها جذام له إن هو إيه؟ يعني يفسخ الخط. الثالث وجود البرص، البرص غير البهاء، البرص ده مرض جلدي، البهاء ده مجرد بس بقع عبيضة في الجلد كده، إنما البرص ده مرض بيؤدي إلى إيه؟ بياض مع ضمور في العضلات أسفل هذه القطع البيضاء من الجسم اللي هي داخلة، ده مرض. فاهم؟ يبقى بوجود البرص وهو بياض في الجلد يذهب دم الجلد وما تحته من اللحم، فخرج البهق اللي نسميه احنا بهاء، وهو ما يغير الجلد من غير إذهاب دمه، فلا يثبت به الخيار. الرابع الرتق، وهو انسداد محل الجماع بلحم، تبقى رتقاء يعني ما ايه ما عندهاش فرج، مقفول بلحم. والخامس القرن، والقرن هو انسداد محل الجماع بعظم، يبقى لو انسداد لحم يسموها قرناء، ولو انسداد رتقاء، ولو انسداد بايه بالعظم يسموها ايه قرناء. يبقى القرن وما عدا هذه العيوب كالبخر والصنان لا يثبت به الخيار، يعني ريحة بقها وحشة، ريحة أنفها وحشة، ريحة عرقها وحشة، دي مش من العيوب التي يثبت بها الخيار. فهمت ازاي؟ طب هل ده حق للزوجة برضه؟ احنا لسه بنتكلم اهو في المرأة، هنيجي بقى ويرد الرجل أيضا بقى. امتى بقى المرأة ترد الرجل؟ بخمسة عيوب، التلاتة الأولانيين زي التاني، مجنون أو أجزم أو أبرص، مجنون أو أجزم أو أبرص برضه، كويس؟ بالجنون والجذام والبرص. بعد كده الجب، يعني ذكر مقطوع في حبس قطعوا له ذكر، لها ان هي ايه ترد بالجب، وهو قطع الذكر كله او بعضه والباقي منه دون الحشفه، فان بقي قدرها فاكثر فلا خيار. وبوجود العنه، العنه يعني الذكر موجود لكن غير عامل لا ينتصب، يبقى في الحالة دي برضه لها أن ترد، كويس؟
بس في حتة العنة عشان يتم الرد لازم يمر سنة، لأن ساعات العنة دي بتبقى إيه قابلة للعلاج. واخد بالك ليه تمر سنة؟ عشان يمر عليه الأربع فصول السنة. يمكن في الشتاء ما بينتصبش ذكر، يمكن ينتصب في الصيف، يمكن ينتصب في الخريف، يمكن ينتصب في الربيع، فلازم نستنى سنة كاملة لأنها قابلة للعلاج. بل في بعض الناس يبقى عنده عنة ناحية امرأة ومش عنة في امرأة تانية. واخد بالك ازاي؟ يعني مش شرط يعني. وبالتالي يبقى لازم ايه في موضوع العنة دي بالذات نصبر سنة. يعني القاضي بيكون فسخ برضه مشترك. ويبقى فسخ. يبقى الجب وهو قطع الذكر كله او بعضه والباقي منه دون الحشفة، فان بقي قدرها فاكثر فلا خيار. لو بقي من الذكر ايه قدر الحشفة او اطول شوية. واخد بالك؟ يبقى لا خيار لانه ممكن يعمل الجماع به. وهو قطع الذكر كله او بعضه. وبوجود العنة وهي بضم العين عجز الزوج عن الوطئ في القبل لسقوط القوة الناشرة لضعف في قلبه أو آلته، ويشترط في العيوب المذكورة الرفع فيها للقاضي. يبقى الفسخ ده حكم قضائي، ما ينفعش أسرة كده تقعد مع بعضها ونقول احنا هنفسخ الأمر، لازم حكم قضائي. ويشترط في العيوب المذكورة الرفع فيها إلى القاضي، ولا ينفرد الزوجان بالتراضي بالفسخ فيها كما يقتضي كلام الماوردي وغيره، لكن ظاهر النص خلافه. طب ده معمول فيه في القانون المصري؟ طبعا طبعا. كل قوانين الاحوال الشخصيه قوانين شرعيه من الشرع الاسلامي، وقوانين المواريث وقوانين البيوع والعقود والحاجات دي كلها، هي بس ايه في الجنايات بعض القوانين ما بتاخدش بالشريعه لايه؟ لعدم اما كفايه الادله او لانه الزمن زمن شبهه. واخد بالك؟ يعني ما يقدرش يقطع يد السارق وفي جوع، وسيدنا عمر اوقف قطع السارقه ايام عام الرمضان. الوقت في بطاله وفي جوع وفي فقر وفي وفي وفي، فعلشان كده اوقف قطع اليد. وبعدين موضوع الزنا بيخافوا لحسن يجي شهود زور، لان ما فيش العدول. واخد بالك؟ لكن يبقى بقى ايه؟ يبقى التقصير في اللي بيقر، يروح يقر. طب المفروض بقى تحكم عليه بالشرع الشريف، هو ده اللي المفروض يتعمل له تعديل في القانون. واخد بقى؟ يعني مصدقين ان ايه؟ ان انت بتقول مش هنعمل الا بسبب زمن الفتنه وعدم وجود الشهود العدول. طب افرض اقر. فهمتني ازاي؟ المفروض المقر ده بقى يقوم، عشان كده التعديل البسيط ده ممكن يحل الازمه. وممكن يعدل في يوم من الأيام. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف عند هذا الحد ونتكلم في أحكام الصداق إن شاء الله المجلس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.